حول آخر تطورات ينضم إلينا من باريس الصحفي رياض معسعس رئيس القسم العربي في قناة يورو نيوز. مساء الخير، أهلا بك معنا سيد رياض. ما الذي لمستموه اليوم خلال هذه الانتخابات التي يوم التصويت التي بدأت بحضور أكثر مما كان متوقعا؟ في الواقع، مساء الخير أولا لك ولمشاهدينك. في الواقع اليوم يعني يعتبر يوم حافل في فرنسا بالنسبة لهذه الانتخابات، خاصة وأن الفرنسيين اليوم يعني شاركوا بنسب عالية جدا في التصويت، حيث وصلت النسبة في الساعة السادسة مساء اليوم إلى تقريبا 80%. يعني بشكل أو بآخر هي أفضل من الانتخابات السابقة فيما يخص المشاركة. أو يعني بالدورة الأولى قيل بأنه مراجع طفيف، يعني من أفضل نسب المشاركة طبعا أعلن، ولكن تراجع طفيف مقارنة بالجولة الأولى من 2012. لا، اليوم أعتقد أنها ستكون أفضل بدرجة واحدة، لأن اليوم بشكل استثنائي مددوا ساعة كاملة للتصويت، لأن هناك كميات كبيرة من الناس لم يصوتوا بعد. عادة تقفل مراكز الاقتراع في الساعة السادسة مساء، لكن هذه الانتخابات ستقفل في الساعة السابعة، فبالتالي سيكون هناك مشاركة أكبر خلال هذه الساعة الأخيرة. تحدثت للناس، ما الذي يقولونه اليوم عندما تتحدثون بهذا الموضوع سيد رياض كصحفي؟ حضرتك طبعا تتابع ودائما هذا الموضوع. موضوع المحايد يحكى دائما بأنه هو الذي يعني معول عليه كثيرا وممكن أن يقلب المعادلة برغم كل استطلاعات الرأي اللي بعد ربما بات ينظر إليها بعد الانتخابات الأمريكية الأخيرة تحديدا بأنه ليست مضمونة وممكن نتيجة أن تكون معاكسة تماما. الناس غير من يصوت لطرف أو لآخر، هذا معروف. المحايد لمن رجحت كفة تصويته اليوم برأيك وفق ما حدث خاصة باليومين الماضيين الفترة الأخيرة من الأعمال الإرهابية التي استهدفت فرنسا؟ في الواقع اليوم يعني كما قلتم في التقرير، هناك أربع مرشحين يعني حسب الاستطلاعات الرأي. طبعا المرجح يعني أن يكونوا في الطليعة بين 11 مرشحا، لوباو ماكرون. نعم، لوباو ماكرون الأكثر حظا مفروض حاليا للآن، يقال بأن ماري لوبين يعني وإيمانويل ماكرون سيفوزان في هذه الدورة الأولية، لكن كما تفضلت يعني استطلاعات الرأي ربما يعني تخطئ في هذا المجال. هناك طبعا حظوظ كبيرة أيضا لفيون رغم الفضائح التي يعني التصقت به فيما يخص توظيف زوجته، لكن أيضا هناك ميلانشون قريب جدا من فيون فيما يخص الاستطلاعات، يعني حوالي 20% لكل من فيون وميلانشون، لكن ماكرون حسب الاستطلاعات يصل إلى تقريبا 30%. يعني بشكل أو بآخر ماكرون شبه مؤكد أنه سيفوز في هذه الدورة الأولى. ما الذي يمكن أن يغير ما الذي يمكن أن يغير مزاج الناخب الفرنسي سيد رياض؟ في الواقع الفرنسيون اليوم يعني محتارون جدا، لأنها لأول مرة تبرز شخصيات سياسية ليست بهذا الوزن الكبير، أي أشخاص كماكرون ولا ميلانشون ولا بونوا أمون، يعني أشخاص ما كانوا جدا معروفين على الساحة السياسية. يعني ربما بات التوجه اليوم أو يعني هناك تغيرات كثيرة في العالم حتى بالانتخابات الأمريكية، صحيح سيد رياض، يعني ليس لديه أي خلفية سياسية
خاصة بالضبط مقارنة بالضبط، بمرشحين. هذا الذي يحصل اليوم وخاصة في فرنسا. يعني اعتاد الفرنسيون أن يختاروا بين نعم الحزب الاشتراكي والحزب الجمهوري أو ما كان يسمى بالحزب الديغولي. نعم اليوم الحزبان يعني تقريبا هم خارج إطار هذه صحيح، اللعبة. يعني حتى من المرشحين المحايد تقريبا الذي اعتبروا الناس بأنه رمادي لأن تعودوا كما قلت بين ديمقراطيين جمهوريين. شكرا جزيلا لك سيد رياض معاص عسرا رئيس القسم العربي في قناة يورو نيوز.